أدانت فرنسا تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن الاستيطان التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة الطوعية. وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كريستوف لومان أن هذه التصريحات غير مقبولة وأن الأنشطة الاستعمارية تزيد التوتر وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وتحقيق السلام والأمن.